فزهد العوام أن يزهد في الحرام، زهد الخواص أن يزهد في فضول الحلال. بمعنى يعني هو يريد أن يأكل رغيفين، نعم، ويكفيه رغيف، يزهد في الباقي، كفى رغيفا، يعني يقوم من الطعام وهو ما زال عنده رغبة فيه. لما هذا العذاب؟ لأن يعني أسوأ وعاء ملاه ابن آدم بطن، ولأن أموالنا صار مختلط بها إن لم يكن حرام، فهناك شبهات، فقلد الشبهة الداخلة إليك. سوف يأتي زمان على الأمة من لم يتعامل بالربا أصابه غباره. فقضيت أن ما معنى ثلث إطعامه وثلث شرابه وثلث نفسه؟ ما معنى أن المسلمون حولوا شهر الصيام إلى شهر طعام؟ صحيح. هو القضية أننا أمكث 12 ساعة ممتنع عن الطعام والشراب، ثم إذا جاء المغرب فتحنا الباب المعدة وقذفنا إليها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة وكاننا ننتقم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، نأكل ونستمتع. جميل جميل. وإذا ملأ فصار تخمة عنده، ذهب لصلاة العشاء ثقلت عليه الصلاة، ثقل عليه الصلاة. الكلام. فالإسلام يريحك من المسألة، ثلث طعامك، ثلث شربك، ثلث بنفسك. وهل أثاب على الزهد في فضول الله يرضى عنا؟ يعني رفعت يدي ونفسي تشتهي، أرفع يدي ونفسي تشتهي، هذا هو الثلث. أصلا ما معي مقياس أقيس به الثلث. والعلماء الفسيولوجي وعلماء التشريح قالوا إن 500 سنتيمتر مكعب هي ثلث حجم المعدة تماما، وهي المسافة التي تترك للمعدة ما بين الرئتين، لأن تتنفس الرئتين تنفسا طبيعيا، فصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والأمر بكل من طيبات ما رزقناكم، وهذا مملوء به القرآن الكريم. جميل جميل. ولكن ليس الأمر مطلقا على عواهنا، لا لا. سيدنا عمر أمسك في يوم حار كوب ماء، وضعوا له فيه عجوة تمر عشان تبرد الماء قليلا، فقربه ثم أعاد، قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يا الله. هذا زهد خواص الخواص، اللي هو الزهد عما سوى الله. الزهد عما سوى الله، يزهد في كل شيء. يعني نترك متعة الحياة؟ لا، الحياة لا أجعل، لا، الناس تجعل المتعة غايات، المتعة وسائل، وسائل، هناك فرق. لما المتعة تكون وسيلة أشكر المنعم عليها، لكن لما المتعة تكون غاية أذكر النعمة وأنسى المنعم. أتخذ المتعة وسيلة لمن؟ وسيلة لمن؟ نعم، لشكر الله سبحانه أن 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 أعطاني إياها، لأن هناك من منع من هذه النعمة. يقول ما بيني وبين الله خاف أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لا لا لا، أولا القضية أنا أريد أن أربي نفسي. ما معنى يزكيها؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم، يزكي، يربي نفوسهم. مش في رياضة الأبدان؟ صحيح. وفي رياضة الإيه؟ رياضة القلوب، النفوس، رياضة النفوس. أين هي؟ وأدب النفس واستكمل فضائلها. أيوة. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. طب وإلى الجسم يبقى الفيل أقوى مني والأسد أقوى مني وخلاص. أنا بالجسم لا أساوي شيء، أنا عند الله عظيم. بتزكية النفس. تزكية النفس. يعني نترك متع الحياة وزينتها لتزكية النفس. مش نتركها، يعني مش كل ما اشتهيت اشتريت، وكل ما أردت أخذت، وكل ما جعت أكلت. أين ترويض النفس؟ أين ترويض النفس؟ يعني الإنسان يجب أن يروض نفسه على 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 طاعة الله عز وجل، يروض نفسه أنه يطيل الصلاة، يقلل الطعام، يقال لنا استتبعت كثرة الطعام إيه؟ وخم وتثبيط ونوم زيادة. صحيح. والصلاة تبقى متثاقلة، يتثاقل هو عن الصلاة. طيب ما الذي كسبته أنا؟